شوحنا بمعلقة سمنة. بص بقى هنا الكلام مع الليمونة، الليمونة كده متشكرين. بص هنا في قلب البامية ايه اللي بيحصل؟ خلاص مفيش حاجة. قرن فلفل طبعا قالب بيه، وابدأ ادلع حاجتي كده شوية. مش عارف انا ليه بقى يوم التلات بشتغل بسمنة كتير، ما كنتش كده والله، بس السمنة البلدي برضو بتبقى ليها طعم في الأكل البلدي بتاعنا بالذات. طيب توم بقى، معلقة توم حلوة. بص بقى الكلام هنا، هنبدأ بقى تقفل الصوص بقى. معلقة التوم اللطيفة، خد مني اللي جاي. سنة حبهان، خدت بالك من ده؟ سنة الكمون وحبة الملح، ماشي كله قدام حضراتكم اهو. تاتش شطة، تاتش بص قد ايه، متشكرين لحد كده. تقلبتين حلوين، بسم الله كده احنا جاهزين ان احنا نعمل ايه بقى يا شيف. هنجيب معلقة كبيرة ونجيب عندنا صلصة طماطم بتاعة كنور، ده بالمناسبة هي مرسوم عليها النهاردة وصفة البامية، يمكن قلت لكم عليها قبل كده. هم منزلين العبوة الجديدة دي بوصفة، فأكيد مش هعمل الوصفة دي، أنا عندي وصفتي ودي برضو وصفتي وكل حاجة، بس المقصود إن البطرمان ده كمان عليه وصفة البامية، فده مناسب جدا. بص صلصة الطماطم عاملة إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تكون لونها كده حمرة، طماطم تبقى حمرة مش غامقة. بسم الله. اتنين تلاتة، وكالعادة حبة زيت على أي بطرمان صلصة الطماطم بتاع كنور ده لازم نديله عشان ما يعملش أي بكتيريا من اللي حضراتكم فاهمينها. حط في التلاجة عندي تقعد براحتها بقى، بس نغطيها طبعا. أقلب الصلصة بالشكل كده اهوت مع البامية مع فص الثوم الحلو مع البهارات مع سنة الحبهان. دلعنا الدنيا، نعمل إيه بقى؟ هنجيب عندنا حبة عصير طماطم فريش، اللي هو إزاي يا شيف؟ خمس طماطميات لتر من المية، بنزل عليهم بحبة برضه صلصة منديل، ويبقى عندي المنظر ده. بص المنظر عامل إزاي؟ أعمل إيه بقى؟ أسكت؟ لا، ده أنا عندي حبة مرقة بقى كمان. بسم الله، مية سخنة أو مرقة. شوف بقى الكلام، بسم الله الرحمن الرحيم. مرقة، شكرا، خليها جنبي. اساوي حاجتي بقى كده اهو. شوف المنظر الصوص بقى عامل ازاي، لسه بيقول يا هادي. قرن الفلفل ده خدوا بالكم حامش قوي، وابدا اسوي حاجتي منها فيها من غير ما بقى ايه اقرص عليها في التسويه. سيبها على الهادي وهطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله هنواصل. اتفضلوا. اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله. طيب مراجعه سريعه اللي حصل من شويه قبل الفاصل. يعني بيبقى دايما زي ما حضراتكم عارفين اول فاصل بيبقى شويه تركيز عشان بس احاول يعني الم الاطباق واظبط الامور. ثلاث اربع اطباق اسهل من بعض. كان عندنا النهارده حته بيف فيليه عرق فليتو، واخدين نصه فتحناه من النص بشكل الكتاب شويه، تبلناه بتتبيله سيمبل قوي، حبه ملح وحبه فلفل، وشوحناه على الشوايه في اعشاب طبعا، وخدنا اللون لطيف، وحطينا مع حبه خضروات من اللي عندنا، بصل، بطاطس، بس كله صغير عشان يبقى برضو الملامح مختلفة شوية عن العادي. وشوحناه كويس جدا وشفنا تسوية ودخلناه في قلب الفرن. تعال نبص عليه قبل ما نكمل اللي بعده. هو خلاص يعتبر الدنيا هادية معايا إن شاء الله على التسوية، وأفكركم بس بيه وبعد كده نتكلم عليه. بسم الله. شوف المنظر يا باشا، تعالى كده. شوف الكلام والتسويات عاملة إزاي؟ جوس منه فيه. ده أنا كمان هعمل الصوص البني بتاعي من اللي نازل ده. شايف ده؟ أهو 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 ده. تمام خلاص، سيبه كده شويه ده انت مش شايفه، انا كمان شويه هنشوفه مع بعض. سيب تسويته ونعيش حياته. الميه اللي نازله منه من الخضار بتاعه هقفل بيها الصوص اللي بالمشروم ان شاء الله. الطبق الثاني جبنا حبه باميه في منتهى البساطه. انا عارف وواثق ان كل الامهات اللي شايفيني دلوقتي وكل اخواتي دول بيعملوا باميه احسن مني. انا واثق الطبيخ بيتي احلى من الشيفات والمطاعم، ولكن النهارده انا ضايف حاجه بسيطه، حته لحمه مفرومه ضاني، عندي كمان حته حبه حمص، هيتبس كويس جدا مع صوص الطماطم. بص عامل ازاي بمنتهى البساطه، ولا فيها اي افتكاسه، مهدي النار عليه سايبه يتسبك. بتسبك بص الصوص عامل ازاي، صوص ده الصوص ده صوص وصوص ده احنا بنسميه في الشغل عندنا، ما بقاش تقيل ما بقاش غامق، يبقى الامور واضحه. انا خلاص خدت غلوتين ثلاثه حلوين، ابدا انزل عندي باللحمه المفرومه بتاعتي اللي متعصقه. شوف شوف بقى الكلام هنا هيبقى عامل ازاي، هيتغير ازاي. وبعمل كده دلوقتي ليه بقى؟ عشان قبل ما الباميه تستوي مني فتقوم معايا وانا بقلب تروح مهريه، ده مش حلو. لا احنا نسيبها كده شويه ونعمل لها طشه ان شاء الله في نهايه الحلقه، تبقى طشه عالميه. والحمص هنحطه عندنا في الاواخر، وممكن لو حابين ندخل الكلام ده كله طاجن دلوقتي، انا ما عنديش مشاكل خالص. كده الامور عندي زي الفل الحمد لله، شكلها يفتح النفس. مش عايزين لحمه مفرومه،
براحتنا، بس انا شايف ان الموضوع النهارده مختلف شويه.